اول حاجه نتكلم على اه صح الحاجات المصطلحات او الديفينيشنز اللي هناخدها ونستعملها في البويتري. اول حاجه عندي واتس بويتري، كنا خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، خدتوه ولا ما خدتوش؟ خدتوه ولا يا شباب؟ ايه هي مس بلس بلس؟ المصطلحات اللي هو الاليتريشن بيرسونيفيكيشن ميتافور، ايوه خدناها قبل مس كده. بلس بلس. تمام، هو اول حاجه هنا بيعرف لي البويتري، بيقول ان البويتري ذا اولدست فورم اوف ليتريتشر. طيب بعد كده ايوه عندي، دي الصفحة دي مش موجودة عندي. لا هي مش موجوده عندك، انا جايباها من كتاب تاني اعدادي، هي موجوده في يعني، بس عشان اراجع بسرعه الحاجات دي، عشان لما تقابلنا في اي قصيده يبقى احنا خدناها قبل كده. ماشي تمام. ماشي حلو. عندي اول حاجه الالتريشن، بيقول ان هو عباره عن repetition of the first sound or letter of a succession of words. يعني ايه؟ بنكرر الحرف الاولاني او الصوت الاولاني في مجموعه كلمات متتاليه. يعني زي مثلا great, wide, beautiful, wonderful, world. ايه الحرف المتكرر او ايه الساوند المتكرر؟ W مس حضرتك صوتك بيقطع. صوتي بيقطع الدبليو كده كويس؟ حرف ال W او الصوت مس صوت حضرتك بيقطع جامد. بيقطع جامد؟ لسه بيقطع ولا كده كويس دوت؟ انا سامعاه. لا كده تمام. بس تمام ماشي حلو. انا ما سمعتش حاجه. طيب لو بيقطع انا كده كده هسجل كلاس وهبعته لكم. ماشي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول تاني alliteration هو the repetition of the first sound or letter of a success of a succession succession of words. بنكرر أول حرف في مجموعة كلمات متتالية، بتكون في نفس السطر تقريبا. طيب بعد كده عندي ال personification. ال personification إن أنا بعمل regard a single animal as a person، بكلم أو ببدل صفة من صفات الإنسان للحيوان أو للجماد. أقول مثلا the monkey dances، زي مثلا I talk to the moon، أنا بكلم القمر. تمام، ده اسمه personification، أنا بشخص بكلم اللي قدامي على إنه إنسان، أو بتعامل مع الحاجة اللي قدامي على إنها إنسان. ماشي؟ فبيقول هنا في قصيدة اسمها قصيدة نايت، بيقول sits and smiles on the night. طيب هو القمر أو القمر بيقعد أو بيبتسم؟ ولا الإنسان اللي بيقعد ويبتسم؟ لا الانسان. فده اسمه personification، ان انا بدي صفه من صفات الانسان للحيوان او للجماد. اوكي بعد كده عندي مع حد لو في حاجه مش واضحه وقفوني، عشان ده لا تمام. دي مراجعه بس سريعه. بعد كده عندي the metaphor. الميتافور عباره عن ان انا بستخدم كلمات عشان بس، السلام عليكم، بستخدم كلمات وبعبر بيها عن حاجه تانية. يعني انا بقول الكلمات لها معنى بس انا قصدي حاجه تانية. يعني ايه؟ زي ما بيقول كده مجاز، ما بقول كلمات بس المعنى اللي انا قصداه مختلف عن الايه، المعنى الحرفي اللي موجود للكلمات. زي مثلا عندي في قصيده نايت برضو بيقول and I must. نعم يا حبيبتي. استاذ حضرتك بيقطع عندي جامد، مش سامعه حاجه خالص. انت بس ويا رودينا ولا كله؟ لا انا سامعه حضرتك كويس. مش عارفه يبقى المشكله فين بقى. طب ظبطي السماعات يا رودين. محمد سامع كويس؟ انا بقول لك، ها انا بقول لك انا رودين، انا سامعاكي كويس. ماشي يا رودين. يبقى سلمى اللي مش سامعاني. سلمى طلعت خالص. اه ماشي، يبقى ممكن هتخش وتطلع تاني. تمام نكمل. بقول بعد كده انا عندي كلمه الميتافور. الميتافور ان انا بستخدم كلمات بس انا بقصد حاجه تانية مختلفه عن المعنى الحرفي. فبيقول لي هنا the use of words to indicate something different from the literal meaning. بستخدم الكلمات بس انا قصدي اللي انا اقصده مختلف عن المعنى الحرفي. تمام، زي مثلا عندنا مثلا في اللغه العربيه، عارفين التوريه؟ لا درستهاش لسه. كده كويس يا سلمى؟ لسه ما درستش. ان انا بقول حاجه بس بقصد حاجه تانية. تمام، فبيقول هنا البويت بيقول and I must seek for mine. I must seek for mine. هنا قصده ايه بالكلام ده؟ قصده I must go home. I must go to my own home. لازما او يجب علي ان ارجع بيت. بس ده مش واضح فين في الكلام، في السطر الاولاني معايا؟ ماشي. بعد كده السيميلي اللي هو التشبيه، ان انا بشبه حاجه بحاجه، بعمل كومباريزون من حاجتين وبستخدم كلمه as او like. بعمل مقارنه بين حاجتين. اقول مثلا my father is like a lion، بابا زي الاسد. هنا قصدي ان هو ايه؟
strong قصدي ان هو strong. يبقى انا شبهت حاجه بحاجه تانية او انسان بحاجه تانية وبستخدم كلمه as او كلمه ايه like. تمام. يبقى انا في السيميلي لازم الاقي كلمه as او like عشان اقول ان دي سيميلي. تمام. بعد كده عندي الكونتراست. الكونتراست اللي هو التضاد او المضاد او المقابله او العكس، الكلمه وعكسها، اللي هو the use of the opposite. the use of the opposite to make the meaning clear عشان اوضح المعنى، بستخدم كلمات متضاده عشان اوضح المعنى، زي كلمه night and day، get up، go to bed. بعد كده البلد بيقول لي عباره عن قصيده بتحكي لنا قصه. a poet that tells a story. a poem that tells a story. قصيده بتحكي لنا قصه. تمام كده. تمام. تمام. اخر حاجه عندي الرايم. الرايم عباره عن الصوت برضو او الصوت في اخر سطر فيه، في اخر سطر فيه في القصيده. يبقى the word is at the end of each line، اخر كلمه واخر حرف في اخر سطر. يعني زي كلمه night اخر صوت نطقته ايه، حرف او صوت الت، ولايت night ولايت بينهم رايم. يبقى لان تقريبا زي ما بنقول ايه، سجع او جناس ناقص. خدتوا سجع او جناس ناقص في العربي ولا ما خدتوش؟ لا ما خدتوش جناس ناقص. يعني الكلمتين شبه نطق بعض، النطق في النطق زي بعض بالظبط، مختلفين في حرف واحد بس. نايت، لايت، فايت، بايت. تمام كده. ده اسمه رايم. يبقى الالتريشن بيبقى موجود في اول حروف في الكلمه، اما الرايم في اخر حروف في الكلمه، وبيبقى موجود في اخر اللاين، at the end of the line، في اخر سطر في القصيده. كلير كده عشان نبدا القصيده بتاعتنا. طيب في حاجه مش واضحه قبل ما ابدا القصيده؟ شاهد. لا تمام. تمام. محمد. ها دامس. اللي مش واضح بس اقوله، اكرره تاني بسرعه. ها البلد دي. البلد. البلد عباره عن قصيده بتحكي له قصه. قصيده بتحكي له قصه. يبقى هي عباره عن poem which tells a story، بتحكي قصه. زي مثلا لو احنا خدنا، هناخد مثلا لو حد عنده خلفيه وبيحب يقرا روميو وجولييت. روميو وجولييت كان شكسبير كاتبها في شعر، بس بتحكي قصه روميو وجولييت. يبقى هي قصيده وشكل القصيده وكل منظر القصيده، وفيها بيرسونيفيكيشن وفيها رايم سكيم وفيها ميتافور وكل حاجه، بس بفهم منها او بيطلع لي بيها بقصه حدوته. اوكي. يبقى هي شكل القصيده وكل حاجه بس بتحكي لي قصه. كلير. ماشي يا محمد. ماشي يا حبيبي. هنبدا بقى في القصيده بتاعتنا. عندي ذا رينبو. اول حاجه اعرفها اللي هو ذا بوم، مين اللي كتب القصيده ديت. يبقى اول حاجه اعرفها اللي هي ايه، ذا بوم، مين اللي كتب ذا رينبو، اللي هو ويليام ووردسورث. اسمه ويليام ووردسورث. الراجل ده مشهور جدا وله حاجات كتير عظيمه عملها ومعروفه. يبقى الشاعر اسمه ايه، ويليام ووردسورث. تمام كده. الراجل ده كان محب للطبيعه. he was love nature. كان بيحب الطبيعة جدا ومتأثر بيها، وهنلاقي الكلام ده واضح في معظم كتاباته الشعرية. يبقى أول حاجة The Rainbow is written by William Wordsworth. اسم الشعر مهم جدا. ماشي؟ هناخد بقى نبذة. نعم يا حبيبتي. حد عايز حاجة؟ كمل. يبقى William Wordsworth is the poet who wrote The Rainbow. طيب انه هنعرف ان هو الراجل ده برضو او الشاعر ده كان موجود in the romantic period، في الفترة اللي هو من الشعر او في الفترة العاطفية او الرومانسية. يبقى كان الشعر بتاعه يعد من الشعر الرومانسي. يبقى اسمه romantic poetry، من احد الشعراء الرومانسيين. نعم. نعم حبيبتي. نس. نعم. انا عارف ظاهر سكرين، عارف ظاهر سكرين زرقاء. مفيش سوريا سلمى؟ مفيش عندي صورة، عندي سكرين زرقاء كده، شاشة زرقاء. انت برضو طب الناس كلها عندها الصورة ولا مش عندها؟ لا مش عندي. انت كمان؟ طب انا كمان. طب ثانية واحدة. ثانية واحدة. طب كده كويس؟ كده واضحة ولا مش واضحة؟ لا برضو مش ظاهرة يا مستر. اه لا ظهر كده؟ ذا رينبو. اه تمام خلاص ماشي. تمام. لسه ما جتش عندي. لسه ما جتش عندك؟ هتيجي ما تقلقيش.
خلاص؟ اه تمام. وصلت ولا لسه؟ اه تمام. ماشي يا حبيبتي. طيب يبقى تاني كده نقول بسرعة تاني ان ويليام ووردسورث was one of the romantic poet، كان من احد الشعراء الرومانسيين. ومعظم الرومانتيك بوتس بيتأثروا are influenced by nature، بيتأثروا بالطبيعة and the beauty of nature، وبيبقى النيتشر influenced يعني مؤثرة جامد فيهم، وبيطلع كلام ده في معظم القصائد بتاعتها. حتى هو مختار الرينبو، الرينبو اللي هو ايه؟ قوس المطر او قوس قزح، اللي هو لما بتكون الحتة بتشتي بنلاقي كده القوس في السماء. عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه تمام، بس عمري ما شفته. اوريه لكم، اجيب لكم صورة اللي هو على النت، اللي هو عامل زي القوس وفي الوان. تمام، نكمل واحنا بنكمل هجيب لكم صورة دلوقتي. تمام. طيب بعد كده بيقول، بنقول ان هو الراجل ده خد يعني عمل مجموعه قصيده مهمه جدا ومشهوره جدا، وبرده كان خد جوائز كتيره على الشعر اللي هو قدمه. تمام. بعد كده بنقول ماشي نقرا كده اول مقدمه اللي هو ويليام ووردسورث was one of the greatest poets of the romantic period، من احد شعراء الفتره الرومانسيه. He was born in Cumberland, England and was educated at Hawkshead Grammar School. المدرسه ديت كان فيها جزء او هي كانت قريبه من الريف، فبالتالي هو اتاثر بيها. There he had a chance to wander in the countryside، كان بيتجول في الريف. And came close to the life of the country people، وكان بيقرب من حياه الفلاحين وحياه الريف. Thus he was influenced much by nature، اتاثر بشكل كبير جامد بالطبيعه. Together with Coleridge he wrote lyrical ballads، كتب مع شاعر تاني اسمه كولريدج lyrical ballads in 1798. And the preface he wrote to the book was a masterpiece، المقدمه اللي هو كتبها للكتاب كانت من احد الروائع او كانت حاجه عظيمه جامد. And was a great contribution to literary criticism، وكانت من افضل الاسهامات في تاريخ النقد الشعر او الادبي. His main concept of poetry was that it is a natural overflow powerful emotions recollected in tranquility، كان بيعرف الشعر على انه مجموعه من المشاعر الطبيعيه الفياضه التي تتجمع في سكون وهدوء. ده تعريفه للشعر، يبقى natural overflow of powerful emotions recollected in tranquility، بتتجمع في سكون وهدوء. In 1843 William Wordsworth was honored and crowned as one of the greatest poets of his age، كرموه كأحد أعظم الشعراء في عصره. Among his greatest works are، من أجمل أو من أعظم الأعمال الأدبية اللي هو قدمها، I wandered lonely as a cloud، وcomposed upon Westminster Bridge and the solitary river، اللي هو المزارع الوحيد. نبدأ نقرأ البوم ونشوف الرايم سكيم ونشوف الفيجر سبيتش اللي احنا قلنا عليها. اوكي، بيقول هنا My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began, so is it now I am a man. So be it when I grow old, or let me die the child is father of the man. And I could wish my days to be bound each to each by natural piety. أول حاجة كلمة behold أخيرها إيه؟ معايا؟ حرف الد أو الدي، تمام؟ يبقى أول حاجة أحط جنبها حرف الـ A، لأن الحرف ده أول حرف بيجي عندي في الرايم يبقى هياخد حرف الـ A. طيب sky زي behold ولا مختلف؟ لا مختلف. يبقى هديله حرف الـ B. طيب began زي behold وsky ولا مختلف؟ لا مختلف. يبقى ياخد السي. طيب man زي began؟ ياخد سي، يبقى دي began ومان ياخدوا سي زي بعض. طيب old زي مين؟ ها؟ behold يبقى تاخد A. طيب die زي مين؟ ها؟ sky يبقى تاخد B. die عاملة زي sky، أنا ببص على النوت ما ببصش على الحروف. داي سكاي يبقى نفس الايه ساوند، نفس الصوت. طيب مان عامله زي مين؟ زي بجان تاخد سي برضو. جميل قوي. طيب تو بي
بي جديد ولا ولا عدينا عليه قبل كده؟ بي جديد يبقى تاخد حرف جديد يبقى تاخد دي. طب باي تي عامله زي بي يبقى الاثنين ياخدوا حرف الدي. يبقى عندنا الرايم سكيم A B C C A B C D D. دي الرايم سكيم. سهلة ولا أقولها تاني؟ لا سهلة. سهلة تمام. بس المفروض يبقوا مترتبين. ها؟ قولي قولي يا سلمى. بس المفروض يبقوا مترتبين يعني يبقى A A B B C C كده يعني؟ هما بداية من حرف عند آخر ساوند عند تكرر يبقى شبه الساوند اللي قبليه. مش انتوا خدتوا السنة اللي فاتت كنتوا واخدين السنة اللي فاتت ايه؟ كنتوا واخدين قصيدة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم تايجر تقريبا ولا لا تايجر كانت سنة أولى. السنة اللي فاتت قصيدة بيدن سامر بيدن سامر صح؟ بيدن سامر تمام؟ بتاعت ستيفنسون بتاعت روبرت ستيفنسون تمام؟ لما كانت القصيدة مقطعها مقطعها برضو أجزاء دي القصيدة كلها على بعضها يعني هو هنا مش مقطعها ستانزز هي القصيدة هنا كلها على بعضها ماشي؟ دي بقول عليها ما بقولش عليها بقى ستانزا بقول عليها ايه؟ قصيدة على بعضها بوم ماشي؟ فأنا بشوف كل ساوند بنطقه لو في ساوند زيه مش لازم يبقى وراه على طول زي ما احنا شايفين لا ممكن يبقى بعديه بشوية بس ياخد نفس نعم نعم يا محمد تمام يا محمد دي القصيدة كلها بتاعت ذا رينبو نعم يعني ما فيش يعني ما فيش ستانزز لا 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 هي دي بس هي دي على بعضها ما لهاش اجزاء تمام ده الجزء اللي احنا بندرس ماشي تمام ماشي تمام نعم يبقى نعرف بقى ان الرايم سكيم يبقى انا هعرف احفظ اول حاجه القصيده ديت القصيده سهله جدا ومعمول لها اغنيه على على اليوتيوب يعني عشان تسهل لك حفظها تمام ماشي يبقى نعرف ان لما احفظ القصيده هعرف اطلع الرايم سكيم بكل سهوله حد عنده سؤال اكمل ها ماشي يا حبيبي عندي كلمه رينبو رينبو اللي هو الناتشرال فينومينا يعني ظاهره طبيعيه during which an arc of different colors appears بيظهر قوس من الالوان المختلفه in the sky opposite the sun مقابل للشمس usually after rain وبيكون بيظهر عاده بعد المطر او بعد سقوط الامطار عندي كلمه leaps يعني jump behold يعني see او take notice ماشي grow old become old يكبر في السن bound يعني tied up or joined together مرتبط او مربوط او ايه موثق عندي كلمه natural يعني produced by nature اخر حاجه كلمه piety اللي هي التقوى the action of showing and feeling deep respect for god and religion يعني اظهار الاحترام لربنا وللدين دي اسمها التقوى اوكي دي معاني الكلمات الديفيكابلا اللي ممكن تسالوا فيها تمام؟ طيب نرجع بقى للقصيدة نتكلم هنا ان اول حاجة ان the boat is affected by nature ازاي؟ ان هو استخدم ايه؟ او اتكلم عن مين؟ عن الرينبو وطبعا الرينبو is one of the natural phenomena عبارة عن ظاهرة طبيعية فهو اتأثر بالنيتشر دي اول حاجة خالص ان هو اسم القصيدة متأثر بالنيتشر فيه طيب بعد كده بيقول ايه؟ he starts describes himself بدأ يشرح حالته او describes his heart when he sees a rainbow in the sky. He says that when I see a rainbow in the sky, I begins, my heart begins to leap or to jump out of my body as if it comes out of my body. إن قلبه بيبدأ يرقص أو يتحرك أو ينط كأنه هيخرج من إيه؟ من جسمه. بعد كده بيقول إن المنظر ده أو الشكل ده هو بيقارن بينه وبين المان نفسه الإنسان. إزاي؟ إن بيقول إن إحنا our love of nature حبنا للطبيعة is born with us بتولد معانا and whenever we grow up كل ما بنكبر our love to nature grows us كل ما بنكبر كل ما حياتنا أو كل ما حبنا للطبيعة بيكبر اوكي وبعد كده بيقول لنا إن في philosophy بالنسبة له أو هو بيلخص لنا the philosophy of life الفلسفة الحياة وبيقول the child is father of the man طبيعي إن the child النهاردة بكره هيكبر وهيتجوز وهيخلف وهيبقى ايه ابو الطفل اللي هو ايه اللي هو هيخلف والطفل ده كان في يوم من الايام طفل زيه
فبيقول ان child الطفل هو ابو الطفل او ابو الانسان عامة. The child is father of the man. لحد كده واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام. يبقى اقول تاني هوت ان هو the boy describes himself on seeing a rainbow in the sky. بيصف حالته and he describes his heart. بيصف حالة قلبه when he sees a rainbow in the sky. And starts comparing. هيبدأ يقارن بين his love to nature and the life or what happened in life. إيه اللي بيحصل في الحياة in our love to nature is born with us. إن إحنا حبنا للطبيعة بتولد معانا. Whenever we grow up, كل ما بنكبر, our love to nature grows with us. بيكبر معانا. بعد كده he sums up the philosophy of life. بيلخص لنا الفلسفة الحياة وبيقول إن the child is father of the man. إن الطفل ده هو أبو الإنسان. إزاي؟ The child will grow up and become a man. الطفل ده هيكبر يبقى راجل. And the man will get married. والراجل هيتجوز. And after he gets married, he will have children. هيبقى عنده أطفال. And again, the child will grow up and will get married and so on. معايا كده؟ In the last بقى two lines, آخر سطرين, بيقول إن هو he wishes أو عايز يتمنى. He wishes. نعم حبيبتي. ولا هي عندي كده؟ نعم؟ نعم حضرتك قلبتي الشاشة ولا هي عندي ثابتة ولا أنا الشاشة عندي ثابتة على الصفحة القديمة. هو حضرتك قلبتيها ولا هي لا أنا لسه زي ما أنا لسه جايبة القصيدة قدامي هي ولسه الفوكابلري ما دخلتش على حاجة تانية. شايفة الفوكابلري؟ سلمى ماشي حبيبتي أنا لسه ما أنا ما جبتش حاجة تانية جديدة لسه. أوكي؟ طيب قلنا بقى in the last two lines the poet يعني expresses his wish بيتمنى إن هو he spends the rest of his life إن هو يقضي معظم حياته أو بقية حياته in peace, in love of nature and in harmony with the nature and its beauty. He wishes he enjoys all this beauty all his life. يتمنى إن هو يستمتع بجمال الطبيعة دي all his life. And he expresses his piety and his respect and love for God who creates this beautiful nature. بيعبر عن حبه واحترامه لربنا اللي خلق هذه الطبيعة الجميلة. واضحة؟ اوكي؟ تمام. نشوف بعد كده بقى هو هنا جايب لي البارافريز. طيب قبل ما اخش على البارافريز عايز ابص الاول على الفيجرز اوف سبيتش. ايه الفيجرز اوف سبيتش؟ المواطن الجمال الموجودة عندي. My heart leaps up. دي فيها ايه؟ الليبس اب يعني جمب. My heart leaps up. دي يبقى دي فيها ايه؟ personification. personification اللي هو ايه؟ بشبه حاجة بدي حاجة من صفات الانسان للحيوان او للجماد او لشيء. يبقى هنا my heart leaps up يبقى فيها personification. يبقى اقول the poet personifies his heart to a child who is jumping. بيشخص قلبه بطفل بيعمل ايه؟ بينط او بيقفز. تمام كده؟ طيب عندي في السطر الاولاني الليتريشن مثلا او الثاني. لا مفيش الليتريشن في السطر الاولاني او الثاني. طيب عندي السطر الثالث so was it when my life began. في الليتريشن؟ لا when we begin مش الليتريشن. When was دي فيهم alliteration. احنا قلنا alliteration في اول حرف. نعم حبيبتي صح كده. احنا قلنا اول حرف when و ايه و was. so was it دي فيها ايه؟ فيها alliteration. so was و when. طيب السطر اللي بعديه so is it now I am a man. فيش فيها برضو alliteration. so be it when I grow up. التلات سطور دولت فيهم comparison بين ايه؟ بيقارن حياته في الماضي وحياته دلوقتي وحياته بعدين قدام شويه لما يكبر. بيقارنها بالبيوتي اوف نيتشر بجمال الطبيعه او باستمراريه الطبيعه نفسها. تمام؟ وبيقول لنا احنا بنعرف ان المان ان الشخص او الانسان عامه از مورتال. مورتال ولا امورتال؟ لا مورتال. الانسان عباره عن كائن فاني هيفنى في يوم من الايام هيفنى. اما نيتشر از امورتال الطبيعه لا تفنى مستمره. بعد كده بيقول Or let me die.
The child is father of the man. السطر ده في philosophy بيختصر فيها philosophy of life, إن فلسفة الحياة. بيقول إن الطفل بتاع اللي هو الطفل الصغير النهاردة بكرة هيبقى أب, وبكرة هيبقى أبو الطفل بتاع إيه بكرة. طيب بعد كده آخر سطرين, I could wish my days to be bound each to each by natural piety. في حاجة تانية موجودة في السطرين دولت؟ لا يمس, مفيش حاجة تانية تقريبا. هو كل بس اللي عندنا في القصيدة ديت ان هو عندنا personification وعندنا comparison, المقارنة اللي هو بيقارن فيها بين nature and beauty of nature و continuity of beauty of nature and the continuity of life of the man. تمام كده؟ نبص بقى نقرا مع بعض اللايف البرافيت اول حاجة كده. كده كل شايف ولا مش شايف؟ ها؟ كل شايف؟ تمام حاجة. انا لا كده لسه. ها ظهرت للجميع؟ انا فتحة البرافريز. تمام يا حبيبي. كده تمام. تمام ماشي اوكي. هو بس ممكن يكون ياخد وقت عبال ما الصفحة تتحمل. ماشي. بقول اول حاجة هنا, in this line the boat expresses his happiness يعني سعادته, whenever he sees a rainbow in the sky, كل ما يشوف rainbow في السماء. The boat loves is shown in this line. بيقول لك ان both loves of nature, حب الشاعر للطبيعة, واضح جدا في اللاينز دي. He talks about himself in connection with nature. بيتكلم عن نفسه وارتباطه بالطبيعة. He says that our love for nature is born with us. ان حبنا للطبيعة بيتولد معنا. And it grows us whenever as we grow older. وكل ما بنكبر حبنا للطبيعة ولجمال الطبيعي اللي ربنا خلقه بيكبر معنا. He compares the continuity of his natural phenomena of the natural phenomena, بيقارن بين استمرار الظاهرة الطبيعية اللي هو قصده بيها الريمبو to a continuity or the continuity of man's life, لاستمرارية حياة الإنسان على الأرض. إزاي؟ إن قلنا إن الإنسان بيبدأ طفل وبعد كده بيكبر ويتزوج, وبعد ما يتزوج بيخلف, وبعد ما يخلف الطفل بيكبر وهكذا, وتستمر دورة الإنسان ودورة حياة الإنسان. بعد كده بيقول بقى in the line 7 the child is father of the man. قلنا ان دي فيها philosophy يعني ايه؟ فلسفة. الشاعر بيلخص لنا فلسفة الحياة ان ازاي. بيقول هنا the boat sums up his philosophy, بيلخص فلسفته. He says that the child grows up to be a man, بيكبر ويبقى راجل. And he gets married, بيتجوز. And he has children of his own, وبيخلف اطفال. Who grow up to be the man and so on. وبعد كده دول بيكبروا بيبقوا رجالة ويتجوزوا وهكذا. In the last two lines the poet sums up his love and admiration for nature, بيلخص بقى حبه وجماله وإعجابه بجمال الطبيعة. He expresses his wish to spend all his life, بيتمنى ان هو يقضي كل حياته او اللي باقي له من حياته in peace and harmony, في سلام وايه وانسجام. Enjoying the beauty of nature, مستمتعا بجمال الطبيعة. And showing love and respect for God, وبيوضح امتنانه وحبه واحترامه لله عز وجل. بيقول لنا بقى الفيجرز اوف سبيتش, قلنا البرسونيفيكيشن وقلنا الرايم سكيم وقلنا الكومبارزون بس اللي هو ان هو بيقارن his happiness on seeing the rainbow to a person jumping through the air with joy and happiness. بس كده خلاص. نشوف بقى الكويستشنز. يلا يا محمد ستارت. اول سؤال بيقول ايه يا محمد؟ ايوه ابدا اول سؤال يا حبيبي. انا سامع حضرتك. ابدا اول سؤال. What does the book describe in the first two lines. تمام. هو بيوصف ايه في اول two lines يا محمد؟ ها يصف ايه؟ He describes his happiness. The happiness when he sees a rainbow in the sky. يبقى بيعبر عن فرحه لما بيلاقي رينبو ظاهر في السماء. تمام. Thank you very much. طيب number two, شهد. When do we acquire our love for nature? تمام. احنا بيظهر امتى عندنا حبنا للطبيعة او بنكتسبه امتى؟ We acquire our love for nature when we are young. Yes. The love grows
with us. تمام يبقى احنا بيظهر معنا من صغرنا وبيكبر معنا كل ما بنكبر. Number three, رودينا. What's the continuity of man's life compared to وبيقارن استمرارية حياة الإنسان بإيه يا رودينا؟ It's compared to continuity of natural phenomena. زريم. يبقى هو بيقارنها بزريمبو اللي هو الظاهرة الطبيعية اللي بتحصل فين في السماء كل ما الدنيا تمطر. Number four, سلمى. The child is father of the man. Explain. وضح لنا بقى يا سلمى. Yes. And this line, the quote sums up his philosophy and life. Philosophy. Philosophy. In life. Philosophy and life. He says that the child grows up to be a man, then he gets married and has children of his own. These children go up and became men, etc. تمام كده. Number five, Jenna. What's the poet's wish in the last lines? Yes, Jenna. The poet's wish in the last lines. إيه أمنية الشاعر في آخر سطرين؟ مش معنا جنى؟ اللي داخل باسم جنى. قول يا محمد اللي بعدها. ها؟ أمنية الشاعر في آخر سطرين إيه؟ ها؟ محمد؟ سوري نسيت أشيل. نمبر 5 يا حبيبي. What's the poet wish in the last lines? Nash. He wishes that his days would be linked together with his love for nature and respect for God and religion. تمام. يبقى هو بيتمنى ان حياته كلها ترتبط بايه؟ بحبها بجمال الطبيعه واحترامها لله وللدين. Number 6, explain the personification in this poem. شهد. In the first two lines, the poet compares his heart to a person jumping with joy and happiness when seeing the beautiful rainbow in the sky. Thank you very much. آخر حاجة بقى نشوف الكويشنز اللي معانا ديت من اللي على الدور رودينا. يلا يا رودينا. Yes, quote the lines that show that the sight of the rainbow has been a pleasure to the poet all his life. يعني بقولك ايه اللاينز او ايه السطرين اللي بيوضحوا ان مجرد رؤية الشاعر لقوس المطر بيخليه يشعر بالسعادة طول حياته. يبقى اول سطرين اللي هي ايه؟ My heart leaps on. ماشي. اسمها My heart leaps on when I behold a rainbow in the sky. ماشي. عشان هنحل الاسئله دي ان شاء الله في الهوم ورك. هنحلها لو اتشافها ويبقى كان هنحلها في الهوم ورك تاني. هنحل اول كام هم كام سؤال هم 15 يعني من 7 ل 15 يعني حوالي 8 اسئله. هنحل اربعه. هنحل اربعه بس تكفي. طيب نمبر 8 يا سلمى. How does the poet react when he sees the rainbow? وبعد كده بقول لك name the figure of speech and give an example. يلا يا سلمى. هو ده يخلي سمعني؟ مش صوت حضرتك بيقطع مش سامع حاجة خالص. هقول لك يا حبيبتي. How does the poet react when he sees the rainbow? الشاعر بيعمل ايه لما بيشوف الرينبو يا سلمى؟ بيقول